تستمر معركة النصر في سهل الغاب وجسر الشغور إلى يومنا هذا، ويستمر معها ثوار الساحل بمساندة ثوار حما في سهل الغاب وثوار إدلب وريفها في مدينة جسر الشغور. طبعا ثوار اللواء النصر التابع للفرقة الأولى الساحلية من خلفي يقومون بتجهيز قذائف الهاون ومدفع الهاون أيضا لاستهداف تبت القرقور الاستراتيجية التي تعتبر خط إمداد لمن تبقى من عناصر قوات النظام في مشفى جسر الشغور. الحمد لله نحن مستمرين بطريقنا، وهلأ عم نجهز قذائف الهاون لنرمي تبت القرقور، والحمد لله إصابات عم نجيب إصابات محققة، والحمد لله دمرنا مدفع 130، وانتو شفتوا يعني انه كنتوا معنا امبارح، والحمد لله إصابات محققة. نحن الآن في محيط جبل الأكراد وتحديدا على السفح الشرقي المشرف على سهل الغاب. طبعا هذه هي المحطة الحرارية التي تتمركز بها قوات النظام، وهذه هي أيضا تبة القرقور التي تعتبر التبة استراتيجية تتمركز عليها راجمات صواريخ ودبابات ومدافع من عيار 130، تمكن لواء النصر من تدمير أحدها بقذائف الهاون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طبعا اخي هذا هو طريق الامداد الى مشفى جسر الشغور، وعناصر في مشفى جسر الشغور وجميع الحواجز الممتده على هذا الطريق اهداف شرعيه لضرباتنا حتى نتمكن من تحرير مشفى جسر الشغور وسهل الغاب بالكامل واراضي سوريا بالكامل باذن الله. منذ بداية جولتنا مع الثوار والطيران الحربي والمروحي لم يفارق سماء المنطقة، وهو الأمر الذي لم يعيق عمل هذه المدافع واستمراره بدك ما تبقى من معاقل لقوات النظام في سهل الغاب. من محيط جبل الأكراد المشرف على سهل الغاب، محمد الأشقر، أورينت نيوز.